مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحب فيكم اخواني واخواتي الكرام. انا في فندق في مدينه اسمها سامسون، كانت الوجهه من بشكيك الى اسطنبول بسبب الاجواء الجويه والثلوج في المطار نزلونا في سامسون. اخواني واخواتي، انا في هذا الفندق 3 نجوم، حطونا في هذا الفندق وما في شيء قريب من هذا الفندق، يعني لا سوبر ماركت لا سوق لا شيء ابدا، حتى الريسبشن الليتات كلها مسكره عشان يوفرون الكهرباء. اخواني واخواتي، اليوم لنا ثاني واحتمال يخلونا لي باكر بعد، ما يندر نطير ولا ما نطير. الحين انا باسطنبول بس ماني قادر. فيا اخواني واخواتي، ودي اوصل رساله. الرساله الاولى ان الظروف احيانا ما تكون مع الانسان ولا تكون صوبه، قد يتغير كل شيء. حتى اجناطي بالمطار موجودين، صار لي يوم ثاني لبسي نفسه هو اللي أنا لابسه. الرسالة اللي بوصلها أخواني وأخواتي، أي شخص ما يعرف يتصرف بنفسه سواء الرجل أو امرأة، أنصح ما يسافر بروحه، لأنه راح تبهدل. الإنجليزي لا تركي أطرم ويا الناس الموجودة، ما يقدر يتفاهم وياهم. الثاني اللي هون علي لما أتذكر حال السوريين وشلون عايشين في الخيام، وشلون هذه الموجة اللي جتهم وفي موجة ثانية راح تيهم. أسأل الله عز وجل العافية، يهون علي الأمر، أقول الحمد لله رب العالمين، أنا بخير وبنعمة وبصحة، دامني بصحة ما انقلوا لي إلى مستشفى ولا تعبت ولا صار فيني شيء، فأنا في نعمة. أخواني وأخواتي، اللي أرجو منكم أخواني وأخواتي، لا تنسون أخوانكم السوريين. أخواني وأخواتي، اللي ما ساهم حق أخوانا السوريين يساهم لعلها دفعت بله. الناس يعيشون عيشة سيئة، والله إذا طلعت برا أنا الحين برد موت. فلا ننسى أخواننا السوريين عايشين في خيام رقعة مفتوحة من كل مكان، الماي عليهم داخل، الثلج عليهم، التدفئة ما فيه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فلا نترك أخواننا السوريين. والله هذا اللي هون علي لما أتذكرهم.